أمجال القمير رئيسة أجيال التربية والثقافة في الصويرة، جمعية اللي تأسست صيف 2014 على مجموعة من الشباب والشابات ديال المدينة اللي عندهم غيرة على الحقل الثقافي والاجتماعي والتربوي داخل المدينة، واللي بصموا البصمة نتاعهم داخل مجموعة من المجالات وتميزوا فيها. السبب اللي خلانا أننا نديروا معكم هاد البت اليوم أننا تسرب أو أنكم دعتوا واحد اللايف واحد مباشر في إطار فعاليات الدورة الثالثة منتقد التراث النسائي من مدينة الصويرة. وهذا اللايف اللي كان دير واحد الشخص اللي أو واحد الفرقة اللي جات مسيد العروسي، جماعة مسيد العروسي كانت مشاركة معنا في عيد هذا الملتقى، فرقة ديال الفروسية من الإقليم، واللي تحدث فيه واحد السيد وقام بتوجيه الاتهام، مجموعة ديال الاتهامات للجمعية والناس اللي صارين على الجمعية. كذلك كان واحد الفيديو اليوم اللي تبت على قناتكم في اليوتيوب واللي صرح فيه مجموعة ديال التصاريح الأخرى. وصراحة احنا تفاجئنا لأن مجموعة من الأقاويل الأكاذيب اللي طرحها الشخص واخا ما كنعرفوش الهوية نتاعته، أنه طال تواصلنا مع الجمعية، مع رئيس الجمعية ومع الإعلام ديال الصربة، وأنه ما عندوش شي صفة اللي هي مادية داخل هاد الصربة هذه، ولكن بلا كيهضر. ربما هو ما رافقناش من البداية ديال الملتقى وما رافقناش ما رافقش هاد الناس فاش وصلوا، ولكن قام برشقنا مجموعة ديال الاتهامات اللي هي ما عندهاش واحد المصداقية وما عندهاش واحد ماشي حقيقية أصلا. من بين هاد الاتهامات أن الجمعية عندها سوء ديال التنظيم، وأن الجمعية ما تهلطش في هاد السرابي، وأن الجمعية ما غداتش هاد السرابي، وأن الجمعية ما قامتش بتوفير الضوء لهاد الناس إلى آخره، مجموعة ديال الأقاويل، وأن الجمعية خلت هاد الناس في هذاك المخيم تاعهم ومشات للفنادق وبركات على الشطيح والريح كما تيقولوا، مشينا حنا للطيلات وجلسنا مع قناوة ولا ما شي حوايج بحال هكا. وهو العكس، حنا تواصلنا مع كاع السربات اللي جاو، واكثر من هذا أن تواصلنا مع الجماعات اللي تابعه لهاد السربات، وان جميع رؤساء ديال الجماعات نتاعهم وفروا لهم النقل ديال الخيول، وعطاهم كل جماعه عطات واحد المبلغ مادي، عطاتو اما للجمعيه اما المقدم تاع السربه باش يسير في هاد المده. هذا الدور قامت به الجمعيه، حاولنا نتواصلوا مع الناس كاملين، وما بغيناش حنا ناخذوا شي دعم عند شي واحد باش ما يتحسبش علينا، باش ما يقولوش ربما الجمعيه شدت واحد المبلغ مالي وما وصلاتوش، خلينا كشي بينهم وبين الجمعيه، بين الجماعه نتاعتهم هي اللي وفرت لهم. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، كان عندنا شخص اللي كان في استقبال ديال جميع السراب اللي جاوا كيتواصل معاهم وكيوريهم فين كيحطوا، لانه ما يمكنش هاد الناس جاوا وتباراشوطاو تما، غير جاوا وتحطوا تما وعرفوا بان هذيك البلاصه هي اللي غادي يخيموا فيها، ما يمكنش، هذا لا يعقل. قال بان كيقلب على المسؤول، ولكن هو راه ماشي مسؤول على هاد السراب باش يقلب على المسؤول، لانه كون كان مسؤول كنا غنتواصلوا معاه هو، لان هاد الناس ماشي غير جاوا هاد الناس راه عرضنا عليهم، هاد الناس راه تواصلنا معاهم، اما كاين اللي تواصلنا مع العلام، كاين اللي تواصلنا مع رئيس الجمعيه. اذا الناس راه ماشي غير جاوا وجاوا لهاد الملتقى باش يشاركوا فيه، ولكن كان واحد التواصل من قبل، ولكن هذا الشخص ما كنعرفوش، لانه جاوا بركعتي كيعصي في الوقت اللي هو التظاهرات الثقافيه والفنيه انقطعوا هذه سنتين بسبب الجائحه. اذا هذه سنتين جاء الوباء، هذا الفيروس هذا، وجميع الانشطه اللي كانت كدار في المدينه وفي الاقليم وفي المغرب كامل تحبسات، وكان هذا اول نشاط ثقافي اللي دار في مدينه الصويره، وجا مناسبات اليوم العالمي للمراه واللي تكرموا فيه مجموعه ديال النساء الراقدات، وكذلك هذا الفن ديال الفروسيه احنا كرمناه في هذا الملتقى لانه تم الاعتراف به مؤخرا كتراث لا مادي ضمن قائمه تقديم اللائحه ديال منظمه اليونسكو. هذا هو الغرض، علاش حنا سدعين هذا السراب وسدعين هذا الكم الهائل ديال السراب، لاننا حنا ما بغيناش نحصروا هاد النشاط في سته ديال السرابي وثلاثه ديال السرابي، ولكن حنا خلينا الدعوه مفتوحه لجميع السرابي اللي كاين في الاقليم، لاننا عندنا اقليم غني وزاخر بهاد الناس هادو من حاحه ومن شياضمه، عندنا تقريبا ما يفوق واحد 30 سربه اللي كاين، حنا اكتفينا او اللي جا عندنا هما هذوك 18 سربه، وجاوا وشاركوا وفرحوا الناس تاع الصويره بهم، لانه هذا الفن متميز وهذا الفن متجدر في الاعماق ديال الحاحيين ديال الشيضميين، ولقى واحد الاستحسان من طرف الناس تاع الصويره،
وحتى بالنسبه لوسائل الاعلام لا الوطنيه ولا المحليه نقلت هذه التظاهره بواحد الشكل اللي هو ايجابي، لان كانت اول تظاهره ثقافيه بعد الجائحه اللي امتدت هذه كما قلت سنتين. فعندها جاء واحد النشاط اللي استمتعوا به الناس واستمعت به الساكنه، وكان عنده واحد الوقع اللي هو جد طيب. اذا باش نرجعوا للموضوع، فهاد الشخص اللي توفى الحصان تاعو فعلا من بعد ما نزلوا في هذاك المخيم تاعهم، الحصان كان مريض، والسيد اللي كان مسؤول الاستقبال ديال السرابيط تواصل مع بيطاري، وجا الدكتور البيطاري وعطاه واحد الحقنه للحصان، ولكن بداو المضاعفات. عاود جا الدكتور البيطاري، عاود جا واحد الدكتور اللي هو اجنبي اللي تواصل معه كذلك وجا، ولكن الحصان وصل لواحد المرحله اللي هي جد حرجه، اللي صافي كلشي عرفوا بانه غادي يموت. وفي هذيك الليله فاش توفى الحصان عيطنا للمجلس الجماعي وجاب الشاحنه باش نقلوا الحصان للمكان ديال الدفن تاعه، ولكن كنعرفوا هذاك الفراق لانه راه بحال ولده، انه راه ماشي سهل، بان راه حتى الدري ولد مول الحصان راه بحال مات لي شي واحد في العائله تيبكي بواحد الطريقه هيستيريا، ما قدرش على الفراق تاع الحصان. ولكن يوم السبت كان هو يوم التظاهره. اذا بالنسبه للناس المنظمين كان عندنا برنامج من الصباح حتى العشيه، ولكن حنا فاش كنا بغينا نحلوا المشكل في المساء ديال الجمعه، ما السيد امتنع، ما خلاناش اننا نحيدوا الحصان. اذا اكتفينا اننا نروغوا الحصان يروغ مورا هذوك السرابيط يمشي لواحد البلاصه حتى اللقيطه اللي غندفنوا فيها، وتم الدفن ديال الحصان. وماشي غير هذا، اننا كذاك السيد شنا مع محسن اللي بغى يعوض في الحصان ديالو، وراه جلس معاه وكان معاه رئيس الجمعيه وكان معاه المقدم ديال السربه، وهضروا في هذه المسائل هذه بانه غيتعوض في الحصان ديالو. ولكن للاسف الشديد ان كاين الناس اللي كتجي غير كتضرب هكا، كتجي وكتشير في الهضره وما كيتواصل حتى مع شي واحد. انا كوصلنا عليا هذاك السيد اللي هضر، كنتواصل معايا غنتواصل معاه، علاش ما غاش نتواصل معاه؟ احنا ما يمكنش غنجيبوا هاد الناس هادو وما غاش نكبروا بهم. اذا احنا ما عيطنا لهم الا فرحانين بهم، وما عيطنا لهم الا اننا حنا كنحبوا هاد الفن. هذا ما يمكنش غنجيبوا واحد المورد الثقافي وحنا ما عندناش معاه، حنا غير جبناه غير زايد ناقص. إذن كاين مجموعة ديال الأمور، مجموعة ديال الأقاويل للأسف الشديد أنها كتضرب فينا حنا كساكنة ديال هذا الإقليم، لأننا خاصة نضافروا الجهود بيننا، نتعاونوا فيما بيننا، لأن حنا راه غير جمعية ماشي قطاع حكومي، حنا غير جمعية مجتمع مدني اللي عندنا غيرة على المورد الثقافي والحضاري تاعنا، وباغيين نزيد لقدام، وباغيين الخيالة ديال الإقليم الصويرات هما يكونوا عندهم مهرجانات، هما يكونوا عندهم ملتقيات. حنا كنلقاو غير حدانا غير جيراننا في أسفي ولا في مراكش ولا في شيشاوة ولا في المختار، كنتلقاو تظاهرات اللي هي كبرى كدار كل سنة، ولكن في مدينة الصويرة ما كاينش. وهذا الشيء ما كاينش، ما عندناش غياب ديال الفرق المشاركة، عندنا مجموعة ديال الفرق، قلنا راه عندنا فوق من 30 صربة لا في حاول الشيادمة، ولكن حنا بغينا نحلوا البيبان، بغينا نقتحموا هذا المجال، نحلوا البيبان فين يعاودوا يعرضوا هاد الناس، ما يبقاوش يعرضوا غير في الموسم، ما يبقاش غير يعرضوا غير في الموسم تاع الكراكا وفي الدور تاع الحدرة، القام مجموعة ديال التظاهرات اللي عرضوا فيها. فكنتمنى ان الرسالة تكون وصلت، وحنا هاد السيد اللي قال الكلام حنا غنتابعوه، لان عندنا حقنا نتابعوه، لانه وجه لنا مجموعة ديال الاتهامات وما كيعرفناش وما قلبش علينا، وحنا ما كنعرفوش، لانه ماشي شي اطار اللي هو معني، لانه هذاك السيد اللي مثل العاود راه كيهضر عنده في مباشر يهضر، ولكن السيد جا وبدا كيرشق، راه كانت ما فوق 18 سربه اللي كانت حاضره، وهو بوحدو اللي تضرر. اذا هما كانوا اكراهات ضروري، اي تظاهره كما كانت ثقافيه ولا فنيه ولا اجتماعيه تكون عندها اكراهات، ولكن كيكون الصبر وكنتعاون، ان الهدف عندنا حنا هو ننجحوا، والحمد لله التظاهره كانت ناجحه، ماشي ناجحه بينا حنا كجمعيه، ولكن ناجحه بهذاك الحضور اللي حضر لها، وناجحه بهذوك الخياله اللي جاوا عندنا من كافه انحاء الاقليم وشاركوا معنا ودعمونا وساندونا، ومن هنا كنوجه لهم التحيه والشكر. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.